لأول مرة على مستوى النقابات العمالية في الوطن العربي، العراق يبدأ بإجراء انتخابات لاختيار أعضاء جدد لاتحاد العمال العراقي. هذه الخطوة لاقت ترحيبا عربيا، حيث دفعت برئاسة الاتحاد اللبناني لزيارة بغداد من أجل الاطلاع على آلية إجراء تلك الانتخابات. إجراء انتخابات عمالية نزيهة وبعيدة عن الضغوطات السياسية والأحزاب والكتل، أجريناها بمحض إرادتنا لاختيار العمال ممثليهم القيادات اللي تقود المرحلة القادمة إن شاء الله، وأجريناها بكل شفافية، وكذلك وصل الوفد اللبناني للاطلاع على واقع العملية الانتخابية والأخذ من تجربتها، وحتى وراح نعتبر إحنا نموذج في الوطن العربي إن شاء الله. التعاون المشترك بين القطاعات العمالية العراقية والعربية في مجالات النقل والصناعة والاتصالات والمصارف يسهم بنقل الخبرات وتوحيد الرؤى حول المشاكل التي تواجه العمال بمختلف مستوياتهم العملية. هذه تجربة ليست مسبوقة في عالمنا العربي، حيث استطاع العراق أنه يحقق هذه العملية، وجينا نحن نشاركهم بهذا العرس الديمقراطي، نستفيد من هذه التجربة لننقلها أيضا إلى لبنان، لأيضا هو هناك مع العراق يتمتعان بديمقراطية على الصعيد النقابي، لما يعود بالخير على عمال البلدين والاستفادة. وقد ناقشنا بروتوكولات التعاون بين النقابات النقابية في كل البلدين. نقف مع الحركة النقابية العراقية كعربون وفاء وتقدير على المواقف العربية الكبيرة التي وقفها رئيس الاتحاد أستاذ ستار دنبوس ورفاقه في تحصين الحركة النقابية العربية، سيما اليوم نهنئكم كذلك الأمر، نهنئهم بهذا العرس الديمقراطي. تبادل الخبرات والمعلومات حول أوضاع العمال العراقيين والعرب والوصول إلى حلول واقعية لمشاكلهم أبرز ما تسعى إليه النقابات العمالية في وقت تعاني أغلب تلك الدول من بطالة وقلة فرص العمل. أرشد الحاكم، قناة الرشيد الفضائية.